فعليا ابتعد عن ما يؤذيك، مقولة دائما نقولها بس ماكو مرات شجاعة نقدر نسويها. تفاصيل أكثر اليوم ويانا اللايف كوتش فرح. يسعد صباحك يا فرح ونورتينا. شفنا الاستطلاع نياش، أغلب الناس يقولون أنه التخلي قوة، أنت شو تقولين؟ صباح الخير، بسم الله الرحمن الرحيم، الله بالخير عليكم كلكم. أولا طبعا التخلي هو مثل سيف ذو حدين، ممكن يكون قوة جدا، ممكن يكون ضعف، ممكن يكون يعني أقصى درجات الضعف. بس التخلي هو من الأشياء الجيدة، لأنه رب العالمين إحنا يعني سمحنا بالتخلي عن طريق الطلاق، هاي إذا كان بين اثنين، بين شخصين. نعم. يعني ومع العلم هذا ميثاق غليظ جدا، شيء جدا كبير، وسمح التخلي به. إذا التخلي بأشياء معينة يكون قوة كلش قوية، يعني الإنسان يكون كلش قوي بحيث يقدر يتخلى عن سبب مؤذي إنه مؤذي حياته، أو سبب محبط، أو سبب سوى كان شخص أو كان صفة أو كان أي شغلة إنه هو تأثر عليه بصورة سلبية. والتخلي ممكن يكون ضعف إذا الإنسان تتخلى عن مبادئه، صح، عن قيمه على مود يوصل إلى شيء معين. طيب مرات انه شلون نفسرها انه التخلي قوه؟ انه مرات شغله كلش تحبيها وكلش مستعزه بيها، بس انه صار اذيه مفرطه، صار يعني تفاصيل انت ما تقدرين تتحمليها، فهنا انه انت من تاخذين القرار، هل يكون هذا القرار صائب انه انت تخليتي؟ وهنا هل انت حتحسين انه انت فعلا قويه لان انت قدرتي انه تتركين شغله، شريك حياه ممكن، او فتحلم انت كنت تحبيه بس ما قدرتي تكملين به، هل هذا راح يكون مصدر قوه لك انت بعدين من تركتيه؟ طبعا اكو شيء واحد يعني جدا مهم لازم كنا نعرفه، اي شيء رب العالمين كاتب لي اياه ويريدني اسعى به راح يكون سهل. صح تجيني مطبات معينه، بس شلون اعرف لما اني اشيل هاي المطبه اللي قدامي راسا اقدر احققها؟ لما شيء اني دا اشوف انه دا حاول، سوى هذا شخص او سوى هذا عمل معين، او دا احاول ودا احاول ودا انحبط ودا تجيني طاقه سلبيه ودا احاول وما دا تصير، هذا هنا لازم الانسان يوقف يقول ستوب، سوى هو كان شخص او سوى هي كانت دراسه او سوى، واني بداخلي اي بداخلي تصير تشككات. يعني شلون تصير اسئله لما تجيني هاي الاسئله؟ ليش؟ يعني اني اكو ناس مثلا يقول لك اني اريد اقرا، اريد ادرس مثلا طب، فلما تجيني انت تساليها انت صدق تريدين تدرسين طب؟ لما تدخلين هاي التساؤلات براسها بعقلها، لا انا ما اريد، اني دا اسوي على مود امي، دا اسوي على مود ابويا، دا على مود شخص على مود شخص اخر. فلما تتخلى عن هاي الفكره وتروح للفكره اللي هي تحبها اللي رب العالمين قاسم لها اياها، راح تشوف بسهوله، سهوله بالمشي، سهوله بالدراسه، سهوله بهذا الطريق اللي هي الله كاتب لها اياه. فايش فرح العفو، يعني هسه هو من احد سوى انه هذا الموضوع انه هي تخلت عن حلم هي تحبه حتى انه توفر ممكن حتى لو سعاده لو جزء بسيط للقدامها. يعني هذا ما يعتبر انه فالدافع ينطي للقوة انه انا اليوم سويت لك فتشي انت تحبيه رغم انه انا حابة شيء ثاني؟ ابدا، لانه رب العالمين خالقنا كل واحد وحده، مثل ما احنا رح نتحاسب كل واحد وحده، خالقنا بهاي الحياة الدنيا كل واحد وحده. فلما احنا نجي نقدم لامي ولابويا يعني مع احترام للجميع المستقبل ما رح يكون مثل ما انا اريده، لانه انا هذا الشيء ما اريده. شلون اعرف انا هذا الشيء اريده او ما اريده؟ انه بسهوله يمشي بحياتي. يعني الشغف هو دائما انا اقول شنو هو شغف الانسان؟ شيء تقدرين تسويه بوقت قصير وتتقنيه. فاني هذا الشيء متاكده الناس لما تاثر انت تريدين تسوي لي شيء لانه انت تريدين تاثرين علي، واني يعني انه تريدين تحببيني بالشيء وانت ما راضيه بي، ما راح يكون جيد لا لمستقبلي ولا اني راح اقدر اتقنه. طيب اليوم شلون نقدر نوصل المرحلة انه نتخلى عن هذا الشيء؟ هواي نشوف مرات ناس ما عندها هاي الجرأة انه تخطي هاي الخطوة، تلقيها مثل ما ذكرتي انت هسه بينها وبين نفسها انه تفكر انه اوكي ممكن انه اني اقدر اخوض هذا الموضوع واترك هذا الشيء. قد يكون انه هي متأذاية بس ما عندها. اليوم شلون احنا نقدر نجمع مثل ما نقول قوانا ونفوت على هذا الموضوع؟ لما اي شيء بحياتنا نشوف بعراقيل ونشوف بألم ونشوف بتساؤلات، يعني أنت
لتتألمين من شغلة معينة، سواء هي شريك حياة أو سواء هي شغلة معينة شغل أو أو نعم. أو أكو تساؤلات تصير بداخلك، هو هذا مكاني وياها دا يجي ألم وعراقيل، يعني كل شيء تريدين، كل ما تريدين تمشي للأمام يجيك شيء مثل الصخرة ما تقدرين تعبريها. هنا لازم الإنسان يوقف لنهاية تضيع وقت، الإنسان يوقف يقول لا ستوب، أني لازم أتخلى حياتي. نعم أني أتخلى، وإذا تخليت شنو هو الشيء اللي أريد أسويه وراء التخلي، فرح يشوف إنه الأمور رح تسهل قدامه، لأنه مثل ما قلت إذا رب العالمين سامحنا بهذا الشيء، يعني هذا الشيء مرات يكون كلش جيد ومرات يكون كلش، الإنسان لازم يكون كلش قوي حتى هذا الحلم تمشين وراء حلمك، هذا حلمك. ولما أنت تشوفين أكو ألم بحلمك وأكو عراقيل بحلمك وأكو تساؤلات، يعني هذا أكس ما راح يكون دافع انه انت بحاله غضب اخذتي هذا الموضوع، قد يكون انه بعدين تصير خيبه امل انه انت تركتي فد شيء مثلا شريك حياه او عمل او يعني اي شغله كانت ممكن تعتبري انت تحسيها فد شيء كبير تركتيها ايه بحاله انه انت يعني خلينا نقول اخذتي فد رد فعل قوي. ايه مو هي الالم والعراقيل والتساؤلات ما تجي بنفس اليوم، يعني أنا تراكمات أنا اليوم تساؤلات وشكوك صارت عندي ومتألمة وعراقيل، بعدين أوكي نسيت، بعدين أريد أمشي خطوة ثانية ثالثة رابعة، ما أقدر أتقدم للأمام. هنا أنا أوقف أي شيء أخر تقدمي للأمام، المفروض يوقف تماما، أوقفه لأنه هذا ما يخليني أني أرتقي. إذا ما أقدر أرتقي ما أقدر أستمر. طيب صارت انه احنا يعني هسه اكو هواية تساؤلات على هذا الموضوع، وخاصة هسه بوقتنا الحالي انه اكو، خلينا نحكي خلينا نجي شوية احنا انصار المرأة يعني الرجال يزعلون من عندنا هذا الموضوع، بس انه احنا دائما ويا الشخص الضعيف اكثر، يعني المرأة قوية جدا وراء كل رجل عظيم امرأة، هذا الشيء احنا ما نقدر ننكره، بس هاي جينات انه دائما تبقى المرأة شخصيتها قد تكون، وهذا الصح انه المفروض تكون مو مثل الرجل طبعا، فممكن انه الرجل اكو هواية قرارات اليوم يقدر ياخذها، ليش يقول لك انا رجال زين. خلينا شوية نصف ويا المرأة انه شنو الاشياء او القرارات اللي هي تقدر تاخذها، وبوضعنا احنا كوضع اجتماعي كوضع عشائري انه لا هالمرأة انه عيب حرام كذا ما يصير، شو تقدر تخطي هاي الخطوات شو تسوي؟ اني دائما اقول طبعا اني يعني يقولوا لي دائما انت ويا المرأة، احنا كنا ويا المرأة ترى دائما اقول المرأة لما تشوف نفسها هي بالكورنر يعني بالحافة ما تقدر تطلع من علاقة معينة أو شغلة معينة، لأنه ما عندها القوة، وما عندها مو بس القوة، القوة من وين تجي؟ القوة تجي من التغيير. هسه لما أنا بمكان مؤلم وعراقيل ومدى أقدر أتقدم ومدى أقدر أطلع من هذا المكان المؤلم لازم أشتغل على نفسي قبل لا أطلع وأفشل، لازم أشتغل على نفسي، لازم أشوف شنو شغفي، أدرس أشتغل يصير عندي مورد مالي بحيث أنه أنا أقدر أقوي نفسي، وهذاك الوقت الإرادة هي راح تجي ويا النجاح مالتي، هي لازم تكون إرادة موجودة. أما أني ما عندي شيء، قاعدة ما عندي أي شيء يسندني وأقول يلا إيه أنه أني راح أترك وأني راح، ما تقدر لو عندها ما راح يصير أصلا عندها إرادة، وحتى لو يصير عندها إرادة ما راح تقدر. فدائما المرأة أني أشجعها لما تشوف حالها وحتى لو ما تشوف حالها تشتغل تسعى تدرس تسوي اللي تقدر عليه، لا تقول ما أقدر أنا قاعدة بالبيت أنا ما أقدر أطلع برا. هسا إحنا معظمنا من البيت، الشغل من البيت، الطباخ أول ما بلش إنه يكون مشهور من وين؟ من داخل بيته، من داخل مطبخه. فإنه ما تحتاجين بعد تطلعين تروحين مكانات حتى تنشهرين بشغلة معينة، أنت بداخل بيتك تقدرين تسوين شغفك، سواء هو خياطة طبخ أي شيء، وراح تعلين بهاي الطريقة. طيب فرح، يعني اليوم أكو هواية ناس عندهم علاقات عميقة وقديمة، إذا كان مثلا أصدقاء أو أقارب أو يعني أشخاص أنت ممكن مقربين إليك أنه صعب التخلي عنهم، بس تصير فت شغلة أنه أنت مجبرة اليوم أنه أنا هذا الشخص ما أقدر أكمل وياه، يعني هنا ندخل موضوع صلة الرحم إذا كان أقارب أو أهل، وهنا ندخل أنه هذا صديق، فأنت لازم أنه أنت مجبرة أنه أنت إيش تشوفين من صديق. فهنا اليوم الشخص شلون رح يقدر يكون يعني جدا قوي وجدا شجاع ويقدر يخطي هاي الخطوة؟ طبعا بالنسبة لصلة الرحم إحنا
هنا يدخل. أنا دائما أقول أنت لا تشتغلين مصلح اجتماعي، لما يجون يقولوا لي أنه أنا أحاول أصلح صديقتي، أنت لا تشتغلين مصلح اجتماعي أبدا، بس للناس المهمة اللي ما تقدرين تقطعين علاقتك بيهم هذاك الوقت اشتغلي مصلح اجتماعي، حاولي انه تصلحيهم، واذا ما قدرتي تصلحيهم انه حددي علاقتك بيهم بس لا تقطعيها. اما بالنسبه للاصدقاء صراحه اني مع اي انسان يذيني باي طريقه قطع، لانه هذا الانسان اللي يذيني دي يسحبني للقاع، ما تقبل غلط الانسان كصديقه، او هو لو صدق يحبني وهي لو صدق تحبني ما تاذيني. فلما هي اذا تجي تاذيني هي مسائلة بمشاعري، فأنا لمن أجي وأجاريها واستمر وياها هي فعليا تسحبني للقاع بكل شيء، بأهدافي، بالمستقبل مالتي، فأبدا تنقطع هاي العلاقات السلبية أنا أسميها. وتعديك شلون أعرفها؟ لمن أنا أقعد ويا ناس أحس نفسي بعد ما أقوم وياهم أنه أنا كئيبة، أنه أنا ماكو سبب، يطوش طاقة سلبية فأنا أحس أنه أنا كئيبة، أنا ليش كئيبة، هاي الأشياء تعيق، فهنا أنا أتخلى أبدا ما أبقى مع هذول المجموعة ويا الناس. أنا الأهل دائما أقول إنه أنت لازم تحاولين، لأنه الأهل هم الحلقة الصغيرة. صح. الأهل أنا دا أقول يعني الأم والأب والأخوات، هذول الحلقة الصغيرة اللي لازم تشتغلين، يقولون لي نشتغل مصلح اجتماعي، نعم تشتغلين يا مصلح اجتماعي وتحاولين بالعكس أنت تساعديهم يطلعون إلى، لأن هم بالقاء فتحاولينهم يصعدون، تحاولين وياهم. أما الصديقات والأصدقاء أنا ما مجبورة أبدا إنه أحاول. هاي فقط يعني احنا مو بس المفروض مو بس مسميات، يعني صديق اوكي مو بس اسم صديق، او اهل مو بس اسم اهل، انه لازم كل شغله انه احنا نشتغل عليها. نعم لها مكانتها ولها، يعني ما اجي اقول والله الصديق هو مثل اهل، لا الصديق اذا هو دي يعطيني طاقه سلبيه ودي يخليني انه اني اتعرقل في مسيره حياتي، ليش؟ لانه راح اتحاسب على انه اني ضيعت وقتي ويا إنسان أو ويا بنية أو ويا، يعني بغض النظر شنو هو موقع الصديق، إنه أنا ضيعت وقتي وتعرقلت حياتي بسببه، راح أتحاسب، رب العالمين راح يحاسبني. طيب فرح أريد نصائح أخيرة للي عنده الدافع أنه يبتعد عن أي شيء يضايقه، يبتعد عن أي شيء مؤذيه، يبتعد عن أي شيء يضوج من عنده، بس ما عنده الشجاعة، لأنه أكو فرق بين الاثنين. يعني أنا أنصح بالنسبة للأزواج خصوصاً إنه المرأة إذا كانت هي غير قادرة، غير هي مقصة نفسياً، غير قادرة إنه تتخلى، ما تتخلى إنه راح تضيع، لازم تكون قادرة صراحةً، إنه حتى ما نضحك على نفسنا. يعني يقولوا لي مثلاً واحدة مرأة شافت زوجها دا يخون، قامت قالت لي أنت تخون، قامت شالت الجنط، زين ورا الجنط وين رحتي؟ بيت أهلها. بيت أهلها صار بيت أهلك. وخصوصا اذا عندها اطفال وما عندها شهاده وما فانتي لما تعرفين انه هذا الوضع ما يناسبني، هذا الوضع ما يناسب كرامتي اللي رب العالمين تكرمنا بني ادم ناطيني اياها، ما يناسب، اشتغل على نفسي قبل لا افكر بالتقلي واصير ايه يلا واني اقدر، اشتغل على نفسي شلون راح اعيش بعدين، شلون راح اعيش، ومو بس اتساءل، اشتغل اشتغل على نفسي، ادرس، اسوي الى ان ما اوصل مرحله اني اقدر اتخلى. لما انت عندك الثقه انك تقدرين تتخلين، يعني معناها خلص وصلتي لهاي المرحله. ممكن يعني العفو فرح، ممكن يعني هسه لانه اكو هوايه اليوم دي يشوفونه، وهاي الحالات دا تصير كل هوايه احنا عندنا موجوده يعني حاليا، مو بس بالعراق، كل الوطن العربي طبعا، ممكن حتى باوروبا دا تصير. فممكن انه يعني من خلال حكيك اللي افتهمته انه لا تاخذين اللي هو مثل ما ذكرتي جنطك واطفالك تروحين بيتي عشان انت هنا ما سويتي فشي، ممكن اظل قاعده ببيتي بس احجم نوع العلاقه اللي بيني وبين الشريك. نعم احجم نوع العلاقه وأعرف أتخلى، أكو هواية تخلي، هو مو قصة تخلي بس تخلي إنه أترك، نعم. أكو تخلي إنه أني أطور نفسي، إنه أني أعرف شلون أتعامل، هذا هاي من أكبر أنواع التخلي. أما أني رحت ورجعت هذا مو هذا، هذا يعني إنه بس فترة معينة داقشمر على نفسي إنه أني قوية، هاي مو قوة. القوة إنه أني أشتغل على نفسي وفي الوقت المناسب أعرف شو وقت أتخلى لمن أني تكون عندي القدرة إنه وصلت للشيء اللي أنا أريده، حتى لا أتبهدل أنا ولا أولادي يتبهدلون. 100% فرح شكرا لك، شكرا. دائما نصائحك ودائما مواضيع جميلة جدا مثلك ومثل روحك الطيبة، نورتينا، شكرا جزيلا لك. شكرا.